المدن طبعا تطورت خلال العصر الحديث، يعني هي ليس قديما ولدت قديما، بل هي كانت متزامنة مع العصر الحديث بسبب الثورة الكمية اللي شهدتها جغرافية المدن والعلوم الاجتماعية بصورة عامة. هذا جانب. جانب الآخر، توفر البيانات الكبيرة الضخمة والمعلومات عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان، كل هذا جعل الباحث الجغرافي أو المتخصص في جغرافية المدن يبحث عن منهجية للولوج إلى هذا العلم ومعرفة أهم المشكلات اللي تنتابه، وبالتالي يخرج بمحصلة هو أن يستنتج ما توصل إليه من حلول. الأمر لن يقف عند ذلك، بل تطور الإنسان أو الباحث عندما استخدم تكنولوجيا المعلومات، البحث عن المعلومات بواسطة استخدام الحاسب الآلي، وهو جاء متزامنا مع العصر الحديث، العصر الصناعي الحديث الذي وصل أوجهه في متوسط القرن العشرين أو منتصف القرن العشرين. كل هذه الأمور ساعدت على أن يصل الباحث إلى أساليب تحليلية مستخدمة في دراسة المدن، من خلالها توصل إلى وضع حلول، وكانت له رؤية جغرافية، وزود كثير من الباحثين أو كثير من القائمين على تخطيط المدن بإنجازات علمية بحثية كان لها صدى ودور كبير في تخطيط المدينة. لابس كمامة؟ تأثرت جغرافية المدن بالحقيقة بالتغيرات اللي حصلت في القيم والمعايير الاجتماعية بالعصر الحديث. يعني احنا نعرف انه كلما ارتفعت كثافة السكان كلما ادى ذلك لحصول كثير من المشكلات. يعني اذا اسألك سؤال، هل ان المدن او المدينة قبل 200 سنة نفس المدينة الحالية؟ طبعا لا، المدينة الحالية مدينة خططت وفق اساليب علمية هندسية، واخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية العالية، وأخذ بنظر الاعتبار الأيدي العاملة التي جاءت نتيجة لموجات الهجرة من الريف أو من إقليم المدينة إلى المدينة. علاوة على ذلك، الخدمات التي تتوفر بالمدينة والأساليب أساليب العيش الحديثة، كل ذلك جعل المدينة محط أنظار للناس المهاجرة إليها. لكن بنفس الوقت، هذا الكم الهائل من الهجرة وهذا العدد المرتفع اللي وصل به إلى أن نسميها المدينة المليونية، كل ذلك كان عبئاً كبيراً على المدينة والقائمين عليها والمخططين لها. ليش؟ لأنه الارتفاع في الكثافة السكانية يتطلب أن توفر كثير من الإسكان، أن توفر مزيداً من البنى التحتية لصالحة، أن توفر التعليم، أن توفر الصحة، أن توفر طرق نقل، أن يعني تطبق القانون بكل حذافيره حتى تمنع التجاوزات والجريمة أن تحصل. لو رحنا العالم الثالث لرأينا أن هناك موجات من الهجرة دخلت إلى هذه المدن وعملت فيها تخريباً لللاندسكيب، للمنظر الخارجي للمدينة، بوضع استخدامات الأراضي أو يعني وضع اليد على استخدامات أو على أراضي كانت معدة لاستخدامات معينة، وبذلك كان هناك بناء عشوائيا موجود عندنا الآن حتى في ميسان، يعني في العمارة تشوفون الدنيا. فإذا الارتفاع في الكثافة السكانية كان أيضا يعني كانت له مردودات سلبية على مخططي المدن أو على المدينة. نجي الآن إلى أو سنعرض أهم مناهج البحث الجغرافي لدراسة المدن. أول منهج ناخذ اليوم اللي هو هذا المنهج
المنهج المورفولوجي. هذا المنهج المورفولوجي، احنا نقدر نشرح ونتوسع، لكن يعني تسجيل المحاضرة إذا طالت مدتها ما راح تنزل، وأيضا بنفس الوقت حتى نستطيع أن يعني نجاري الزمن المخصص لنا. المنهج المورفولوجي بالحقيقة ركز على استخدامات الأراضي وخطة المدينة والتركيب الداخلي للمدينة. مورفولوجية المدينة معناها المظهر الداخلي للمدينة. شنو خطة المدينة؟ يعني خطة المدينة، الشوارع، كيف تقسم المدينة، تشابك استعمالات الأراضي متداخلة أم لا، هل كانت منسقة وفق القاعدة التي وضعها المخططون أم حصل عليها إضافات أو حصل عليها تخريب. كل هذه الأمور يأخذها بنظر يعني الاعتبار المنهج المورفولوجي، إنه يقوم بدراسة خصائص المدينة الداخلية من تركيب المدينة، استعمالات الأراضي، والوظيفة اللي موجودة على هذه الاستعمالات، وأيضا بنفس الوقت الشوارع، يعني شكل الشوارع التي بنيت عليها المدينة، شوارع دائرية، شوارع شاعية، شوارع يعني قسمت المدينة على شكل مربعات. وبعد ذلك نستطيع أن نخرج بمحصلة نهائية. عندما ندرس المدينة وفق هذا المنهج نستطيع أن نخرج بمحصلة نهائية لنعرف هل إن المدينة بقيت على ما هي عليه أثناء التخطيط، أم إن هناك يعني تحسينات أو يعني مشاكل تعرضت لها وبالتالي غيرت من خطتها وهكذا. وطبعاً هذا يتطلب الناس المختصة بهذا الشيء. المنهج الثاني هو المنهج السلوكي. هذا المنهج بالحقيقة ظهر في السبعينيات من القرن العشرين. شنو هذا فحوى هذا المنهج؟ فحوى هذا المنهج يتعلق بدراسة سلوك الإنسان في المكان، وينظر إلى المدينة عبر شرائح تراتيبية. يعني هاي شرائح المجتمع هي مقامة على أساس اجتماعية، اقتصادية، نفسية. يعني عندنا هسه بالعراق مثلا لو تروح المدينة الصدر تلقى القطاعات اللي موجودة بالمدينة كلها عمام، يعني كلها عمك خالك، يعني كلها عبارة عن وضع عشائري، يعني عشيرة تسكن بهذا المكان، العشيرة الثانية تسكن بها، وهكذا. يعني فينظر إلى هذا الجانب، المنهج ينظر إلى هذا الجانب من حيث سلوك الإنسان وفق شرائح تراتبية اجتماعية واقتصادية ونفسية، وبعد ذلك يحدد كيفية تفاعل السكان مع مكونات المكان الحضري. شلون يتفاعلون هؤلاء في المكان اللي عايشين به؟ وطبعا هذا الأسلوب أو هذا المنهج جعل الباحث يفكر ويفسر لماذا كان هناك اختلاف في استعمالات الأرض داخل المدينة باختلاف الناس، وهذا يختلف من مدينة إلى مدينة أخرى. هناك مدينة بها طابع القبلي، وهناك مدينة لا، يعتبر الطابع الوظيفي هو أساس وجودها. يعني الطابع القبلي منتشرة عندنا، يعني موجودة عندنا، موجودة في اليمن، موجودة في بعض دول الخليج، موجودة في مصر. نلاحظ هذا الطابع، إنه الطابع القبلي أو مكونات الناس اللي تسكن في المكان هي عبارة عن مجموعة بشرية تربطهم رابطة الدم. المنهج البنائي بالحقيقة يركز على الترتيب المكاني في المدينة. يعني مثلا انه هذا الترتيب المكاني ما يجي بفعل عامل واحد، لكن هناك يعني عوامل كثيرة. هذه العوامل قسم عدها مادية، وقسم عدها اجتماعية، وقسم عدها انسانية، وسياسية، وتاريخية.
الاقتصادية والاجتماعية والدينية تؤثر على سلوك الناس. لذلك نلاحظ أن هذا السلوك انعكس على ترتيب السكان داخل المدينة. فالحالة هذا يشبه المنهج اللي أخذناه قبل قليل. يعني هذا البناء هو بناء تركيبة السكان داخل المدينة. هناك عوامل سياسية تؤثر على هذا التركيب، هناك عوامل تاريخية، هناك عوامل إنسانية، هناك اجتماعية، هناك اقتصادية، هناك دينية. وبالتالي فكل هذه الضوابط مجتمعة تعكس آثارها داخل المكان، مكان المدينة. وبالتالي نلاحظ توزيع السكان داخل المدينة يكون وفق هذه العوامل. المنهج الرابع هو المنهج الاقتصادي السياسي. هذا المنهج الفحوى فحوى دراسته، أو ليش إحنا ندرسه مثلا؟ لأنه يركز على مضمون التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أثناء عملية التحضر. يعني في المدينة أو في التحضر هناك مضامين وتغيرات في الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأيضا يركز على الآثار الإيجابية والسلبية اللي حصلت نتيجة لهذه التغيرات اللي ذكرتها قبل قليل، اللي هي تغيرات اجتماعية سياسية اقتصادية. بطبيعة الحال هذه التغيرات وهذا الضوابط هي راح تأثر على سلوك الناس، مثل ما أخذنا قبل قليل المنهج السلوكي والمنهج البنائي. كيف لاحظنا أن المتغيرات أو التغيرات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الاجتماعية كانت لها آثاراً على وجود السكان وتوزيع السكان في المكان. فإذا الاقتصاد والسياسة والاجتماع هي أيضا متغيرات تؤثر على سلوك الناس وعلى عملية اتخاذ القرار. طبعا بطبيعة الحال هذه التغيرات أو اتخاذ القرار يعتمد على نظريات. يعني هسه أنت من تكتب لي أو تحل أو طالب الدراسات العليا من يحل فد شيء، راح أعتمد على كلامه، على مضمون يعني حله، على التحليل والتعليل والاستنتاج والخروج ب يعني كلام نهائي أو حل نهائي للمشكلة اللي بداها، يعني وفق نظرية معينة، يعني مو يتكلم إنشاء. فهؤلاء عندما يتخذون القرار يتخذونه على أساس نظريات معينة. هاي النظريات ممكن على أساسها يحصل استنتاج لما يحصل في المكان. خلاصة القول إن جغرافية المدن تدرس المدينة من خلال التركيز على الموقع الجغرافي والسكان. خلاصة القول بهذا المنهج إن جغرافية المدن تدرس المدينة من خلال التركيز على الموقع الجغرافي والسكان. ليش؟ لأن موقع المدينة له دور كبير يتأثر من خلال تأثيره على أو تأثيره على وظيفتها وعلى مدى حيويتها ونشاطها. شلون ستتقول لي؟ أقول لك مثلا مدينة تقع على بحر، بطبيعة الحال هذا الموقع جعلها مدينة موانئ. مدينة تقع ظهير البحر وتمتلك مصادر طاقة، أصبحت مدينة صناعية مثلا، مدينة عندها إقليم زراعي، أصبحت مدينة شبه زراعية وهكذا. زين، هنا يقول إنه اهتم الجغرافيون في دراساتهم باتجاهين، بأحد الاتجاهين السابقين أو بكليهما. فإذا كان الاهتمام يتعلق بموقع المدينة يتم التركيز على العلاقات المتبادلة بين المدن المختلفة أو بين النظم الحضارية والإقليمية. أما إذا كان يتعلق بالسكان فيتم التركيز على الأنماط المكانية لمستويات الدخل المدينة أو أكثر وأنماط حركات السكان. يعني إذا كان هذا المنهج اللي ذكرته قبل قليل وقلت لكم يركز على الموقع
وعلى السكان. فإذا كان يركز على الموقع، يعني هنا نهتم بالمدينة وعلاقتها بالأقاليم أو بالمدن الأخرى، قد تكون مدينة موانئ، قد تكون مدينة في وسط الصحراء، قد تكون مدينة لا ظهير زراعي. وإذا كنا نركز على السكان، إذن إحنا ندرس السكان في المكان ووظيفته ومجموعة الوظائف التي يقوم بعملها. خلاصة القول إن بعض الجغرافيين يدرسون استعمالات الأراضي وحركات السكان الاثنين معا، لأن أحدهما مكمل للآخر، وبالتالي يخرج بمحصلة نهائية إنه استعمالات الأراضي والوظائف المقامة عليها هي السبيل الوحيد لمعرفة سلوك الناس داخل المكان وطبيعة العمل بالحرفة اللي يحترف بها. طبعا احنا من ندرس المدينة يعني بالمستقبل راح ندرس مورفولوجية المدينة، وراح نشوف المشاكل، راح ندرس استخدامات الأراضي، راح نعرف انه الخليط بين استعمالات الأراضي اللي هو او التداخل بين استعمالات الأراضي اللي اساسه خربه الإنسان او قام الإنسان بتخريبه وفق المخطط، يعني مشاكل مصاحبة للمخطط، استعمالات أراضي سكنية سواها تجارية، واستعمالات أراضي تجارية سواها استعمالات ترفيهية وهكذا. ننتقل الآن إلى تأثير تقنية المعلومات على تخطيط مدن المستقبل. في الحقيقة تقنية المعلومات اللي أنتم الآن قاعد تدرسوها، تقنية نظم المعلومات الجغرافية، Geographic Information System، يعني نظم المعلومات الجغرافية، هذه بالحقيقة حدثت أو حصلت قفزة وثورة كبيرة معلوماتية على مستوى العالم. استخدام تقنية المعلومات في تخطيط المدن، أو ليس في تخطيط المدن، في كل شيء، تعتبر قفزة علمية وثورة معلوماتية انتشلت الناس أو غيرت من ملامح حياتهم العلمية. طبعاً هي ليس وليدة الصدفة، عندما نتكلم عن الانترنت ظهر بأمريكا من 56. الانترنت احنا اللي ظهر عندنا بعد 2003 بالولايات المتحدة الأمريكية بال 56، 1956 هم يستعملون نظم الانترنت، استخدموها يعني للمخابرات، واستخدموها للتخطيط العسكري، واستخدموها لعلوم الفضاء. زين، تقنية الفضاء أو تقنية علوم الفضاء هي لها دور كبير جدا من خلال الأقمار الاصطناعية اللي ترسل لنا كثير من المعلومات اليومية عن ما يحصل بالفضاء وما يحصل على سطح الأرض. طبعا عندنا استخدامين لعلوم الفضاء، عندنا استخدامات عسكريه وعندنا استخدامات مدنيه سلميه. انا اتكلم عن استعمالات الفضاء او علوم الفضاء للاغراض السلميه. نظم المعلومات الجغرافيه او علوم الفضاء للاغراض السلميه لها فوائد علميه كبيره جدا ومباشره. مثلا دخلت كثير من التحسينات على دراسة الموارد الطبيعية والأرصاد وعلوم المناخ وتقنية الاتصالات والبث المسموع والمرئي وأنظمة الاستدلال العالمي GPS تحديد المكان. بعد يعني توصلت إلى تحديد درجة الدقة والأمان للملاحة البحرية والجوية. استحدثت وطورت صناعات مختلفة أدت إلى رفاهية الشعوب. أرسلت صور فضائية ملتقطة بأطياف مختلفة، جزء أنتم درستوها بالصور الجوية، أطياف فضائية مختلفة وذلك وذات دقة عالية لمساحات من الأرض، وساعدت كل هذه على حماية البيئة. يعني ظهرت إن مشاكل الفيضانات، درست عندنا الغابات، درست عندنا تتبعت الأنهار،
تتبعت الاختلافات الجويه ومناطق الضغوط، حركات السحب والامطار، تتبعت التلوثات اللي موجوده وهكذا. اذا حققت لنا امتيازات ومميزات كبيره. زين، بعد ذلك اجت ان تقنيه نظم المعلومات الجغرافيه واضافت بعدا اخر لقواعد المعلومات الرقميه، ربطت المكان او يعني ساعدت على الربط المكاني للمعلومه. واستفادت هذه التقنيه من الاستشعار عن بعد اللي اصبح احد اساسيات بناء المعلومات الجغرافيه. زين، هذه المعلومات كلها يعتبر ذا اهميه في عمليه تخطيط مدن المستقبل، وهو مجال واسع جدا اعطى المخططين زخما كبيرا وكما كبيرا من المعلومات للاسترشاد بها عندما يقومون بتخطيط مدينه، لان اصبحت لهم رؤيه شامله ووفرت لهم معلومات مكانيه دقيقه عن طبيعه الاراضي المستخدمه وحددتها تحديدا دقيقا. ناخذ الان تقنيه هذه المعلومات نبديها بالاستشعار عن بعد. هذه معلومات يعني عامه انتم دارسينها بالمرحله الاولى. دارسينها لو ما دارسينها استشعار عن بعد؟ الصور الجويه. درسناها عن الاستشعار عن بعد، كانت اخر المحاضرات اتذكر انا اعطيتكم اياها. هي تعتبر تقنيه تختص بمعالجه وتحليل الصور الملتقطه ودرسلها الى القاعده الاساسيه في الارض، وهي معلومات تخص دراسه البيئه والموارد الطبيعيه ومشاكل البيئه، وتوفر لنا او للباحثين رؤيه شامله لسطح الارض. الان مثلا الباحثين في موضوع جغرافيه المدن من طلبه الماجستير والدكتوراه، هؤلاء يسترشدون بمعلومات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه لكي يقوموا برسم مخططات للمدينه على مستوى عال من الجوده. يعني نسبة الخطأ بها دقيقة، يعني قد لا تذكر. خصوصا الناس اللي يدرسون الجانب استعمالات الأراضي السكنية، استعمالات الأراضي لأغراض التعليم، استعمالات الأراضي لأغراض الصحة، استعمالات الأراضي لأغراض البنى التحتية وهكذا. زين. خصائص تقنية الاستشعار عن بعد. هاي هنا معرفة، هي تقنية يعني تقنية عن بعد للحصول على المعلومات، خواص معينة تعطينا معلومات عن الظواهر على سطح الأرض من مسافات بعيدة. يعني هذه معلومات عامة أعتقد إحنا ماخذينها، ما راح نعيدها مرة ثانية، لأن أنتم ماخذينها بالأساس. يعني هذا التعريف أمامكم، إحنا نريد بس مجرد نربط تقنية الاستشعار عن بعد أو نظم المعلومات الجغرافية على عملية تخطيط المدن. كيف يستطيع المخطط أن يستفاد من هذه التقنية حتى يستطيع أن يقوم بتخطيط المدينة. نرجع مرة ثانية إلى إضافتنا للشاشة. عندنا النقطة الثانية، نشأة وتطور الاستشعار عن بعد. أيضا هذه التقنية احنا دارسينها في المرحلة الأولى، أعطيتكم إياها زيادة معلومات، عدتها مرة ثانية لكم كيف بدأت نظم أو تطورت عملية الاستشعار عن بعد، وكيف أطلقت عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية، وكيف استطاع أن يوصلوا الصور الجوية و عن طريق سكاي لاب، ويعني كيف الدول تعاملت مع الأقمار المختلفة، واستطاع الإنسان في المحطات الأرضية أن يلتقط هذه الصور ويستفاد منها. تطبيقات الاستشعار عن بعد بالحقيقة هذه ذكرناها قبل قليل، بأنه توفر الصور الجوية الفضائية الأساس العلمي والتطبيقي لوضع جميع أنواع الخرائط والبيانات في خدمة المخطط لتنفيذ المشاريع.
على المستوى الوطني أو الإقليمي، ويختزلنا كثير من التكاليف ومن الوقت. طبعا نظم المعلومات الجغرافية أو الاستشارة عن بعد يعني يعمل بهذه العلوم الجيولوجيا أو الجيومورفولوجيا، كيف استطاعت نظم المعلومات الجغرافية أن تكشف، أو الأقمار الصناعية والصور التي بعثت من هذه الأقمار أن تكشف الثروات المعدنية والبترولية وتحدد مكانه، وبالتالي استطاع الإنسان أن يستخرجها. في مجال الزراعة حللت الصور الجوية تصنيف التربة ورسمت خرائط لها وراقبت وصنفت المحاصيل الزراعية وعالجت كثير من الأمراض اللي موجودة أو اللي أصابت المحاصيل الزراعية وكافحتها. المسطحات المائية نفس الشيء، يعني هذه الصور الأقمار الصناعية من ترسل صور ملونة ذات تقنية عالية تراقب المسطحات المائية ولمعرفة التغيرات اللي حصلت لها وارتفاع كمية المياه، مناسب المياه أو انخفاضها، الملوثات اللي موجودة بالمياه، وفق نظام صوري يعتمد على أطياف أو الطيف اللي تتعدد بألوان مختلفة لمعرفة الظاهرة بصورة صحيحة. الأرصاد الجوية كيف أنه استطاعت هذه الصور أن ترسل، يعني تلتقط من الغلاف الجوي وترسل إلى المحطات الأرضية لكي تراقب السحب والتغيرات المناخية. تخطيط المدن هي اللي يهمنا، أنه تراقب استعمالات الأراضي وتوسيع المدن والزحف المكاني للإنسان على الأراضي الزراعية، أو الزحف المكاني للإنسان على أراضي الفضاء اللي موجودة داخل المدينة، وبالتالي بناء سكن عشوائي. وهنا طبعا يستطيع الباحث أن يرسم خرائط دقيقة للمدن بحيث يستدل على المكان اللي موجود به هذا الشيء. تقنية نظم المعلومات الجغرافية بالحقيقة تعد هذه، أو تعد نظم المعلومات الجغرافية، من الوسائل الحديثة اللي ساهمت بشكل كبير جدا وساهمت في تسهيل مهمات وأداء المخططين، وجعلتهم يتخذون قرارات مكانية تتعلق بتطوير أو تحليل مشكلة معينة. يعني هذه نظم المعلومات الجغرافية اللي أحدثت ثورة تقنية كبيرة جدا استطاعت أن تعطي زخما من المعلومات للمخططين للاستفادة في اتخاذ القرارات من خلال معرفة ما موجود على سطح أرض المدينة وتحليل كل المشاكل اللي موجودة داخل المدينة، وبالتالي أعطاء تفسير لها وعمل يعني أي شيء أو دراسة أي شيء من شأنه أن يحل المشكلة اللي موجودة داخل المدينة، كاستعمالات أراضي، كتقسيم طرق النقل، كالتجاوز على استعمالات أراضي وهكذا. دقائق وارجع لأنه كهرباء انقطعت هسه، افتح المولد وارجع. والتطبيقات هنا، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، أول تطبيق هو في طرق المواصلات. تخطيط المدينة يتطلب، طبعاً ماكو مدينة إذا ما تقوم بتخطيطها على مستوى استعمالات الأراضي. طبعاً على مستوى استعمالات الأراضي تخطط المدينة، وتحتاج هذه المدينة إلى طرق نقل. هذه طرق النقل تكون بمستوى ارتفاع الكثافة السكانية، وبالتالي المخطط لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار السنوات القادمة لمدة 20 سنة 10 سنوات، كيف يستطيع أن يتعامل مع الارتفاع المتزايد في كثافة السكان وامتلاك العربات أو السيارات. يعني الكوارث أيضا تتعامل نظم المعلومات الجغرافية المواقع، يعني تحدد أو تحدد إن مواقع الكوارث، الحرائق،
زين يعني نستطيع ان يقوم الانسان المختص بمكافحه الحرائق بعد ان تحددها نظم المعلومات الجغرافيه، او الاقمار الاصطناعيه تحدد المكان وبالتالي يعالجها بالطريقه او بالاسلوب اللي هو يتبعه. تحديد الثروات الطبيعيه هي ايضا لها دور كبير، تخزين المعلومات، الامدادات بالتحليلات والبيانات الجغرافيه، الخرائط المتعلقه بالدراسات الجيولوجيه المختلفه، والبحث والتنقيب عن الظواهر الخاصه بالثروات الطبيعيه. تخطيط المدن هو اللي يهمنا وله دور كبير في دراستنا، باعتبار ان تحليل وتحويل الخرائط المختلفه الى معلومات وتطبيقات، هذه تساعد الباحثين على استعمالات الاراضي، معرفه استعمالات الاراضي والخدمات والمرافق اللي موجود بها. كذلك يعني هذه الخرائط من خلالها يستطيع الباحث او المعني ان يعطي تحليلا لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ويربط مخططات المدينه بعضها ببعض، ويخرج بمحصله كيفيه التخطيط الامثل لمدينه في المستقبل. أدى الاتصالات ايضا لها دور كبير، وتدخل ضمن تخطيط المدينه انه تحلل هذه الصور الشبكات الخطوط الهاتفيه، وتعطي ميزه انه معرفه الاماكن اللي تبنى من خلالها ابراج. الشواطئ طبعا شواطئ، وهنا اخص بالذكر شواطئ البحار والمحيطات، لانه شواطئ البحار والمحيطات لها دور كبير ما يتعلق بالحياه والكائنات اللي موجوده والشعاب المرجانيه وصيد الاسماك، فهي تعطي يعني تفسيرا لاي خلل قد يكون في هذه المناطق. نجي الآن إلى أثر تقنيات المعلومات في تخطيط المدن المستقبلية. شنو أثر هذه المعلومات اللي إحنا نستخدمها واللي أحدثت قفزة نوعية في أو ثورة في عالم المعلومات، شنو أثرها في الحقيقة على تخطيط المدن؟ الخريطة هي العنصر الأساسي للمدينة. الجغرافي، إذا أي بحث جغرافي ما في خريطة بالحقيقة يعتبر غير جغرافي، يعني وأنا قلت لكم غير جغرافي وإن كان جغرافي. الخريطة هي العين التي من خلالها يرى الجغرافي معلوماته على الأرض، هي صورة مصغرة لسطح الأرض من خلالها يستطيع توزيع الوظائف، توزيع الصناعات، توزيع السكان على سطح الأرض، يتعامل مع المكان، يدرس المشاريع والأعمال الميدانية اللي تتعلق بالتخطيط المدني والتخطيط للتنمية الموجودة الحضرية الموجودة بالمدن. استخدمت الصور الجوية فيما سبق بشكل كبير جدا، وعوضت هذه الصور الجوية بما ترسله من معلومات وتحول إلى خرائط، عوضت عن المسح الميداني، لأن قبل كان الإنسان يعد خططا أو مخططات للمدينة عن طريق المسح الأرضي. بعد ما دخلت الصور الجوية وتقنية المعلومات الجغرافية عوضت عن عملية المسح الجوي، وأصبحت أكثر دقة. صحيح أنه أكو موجودة بها بعض الصعوبات والتكاليف، صعوبات يعني لأنه من حيث التكاليف عالية وجهود مبذولة وزمن مستغرق للإعداد، بس مكن الإنسان من معرفة مخطط المدينة أو خطط المدينة وفق معايير معلوماتية ناتجة عن تصوير جوي للمكان، وبالتالي حدد استعمالات الأراضي الموجودة في المدينة. لأنه مع التطور الكبير لمستشعرات الأقمار الاصطناعية والقدرة الفائقة والكبيرة في التقاط صور جوية عالية الجودة ترسل من الفضاء إلى المحطات الأرضية وتحول بدورها إلى خرائط رقمية، هذه بحد ذاتها أصبحت عامل مهم من عوامل التطور والسيطرة على مخططات المدينة، وأعطاء مخطط له دور كبير في توزيع استعمالات الأراضي وفق الكثافة السكانية اللي موجودة داخل المدينة. هذا جانب. الجانب الآخر بالحقيقة يعتمد تخطيط المدينة المستقبلي وتطويرها على إيجاد الحلول للمشكلات المرتبطة بها.
فهموني لو لا، وانتم معي طلاب؟ نعم دكتور. تخطيط المدينة المستقبلي، تخطيط المدينة المستقبلي وتطويرها، هذا يعتمد على إيجاد الحلول للمشكلات المرتبطة بها. شنو هاي المشكلات يعني؟ أنا قلت لكم أنه الهجرة من الريف إلى المدينة ولد زخماً كبيراً وضغطاً على استعمالات الأراضي، وهذه مشكلة. المشكلة الكبيرة التي خلفها الارتفاع في الكثافة السكانية داخل المدينة والتي أدت إلى زيادة الملوثات اللي موجودة داخل المدينة هي أيضاً أحد المشكلات. الزخم الكبير على استعمالات على استخدامات طرق النقل وحيازة السيارات أو العربات هي أيضا لها دور كبير في وجود المشكلة. زين، كل هذه كيف نستطيع أن نحلها؟ نحلها من خلال أو نقوم بحلها من خلال أولا تنفيذ القانون، ثانيا التخطيط الأمثل لمدينة مستقبلية ممكن أن يرتفع بها السكان بشكل تسارع. يعني انت تتوقع انه عندنا الان مثلا نمو المدينه الان 2020 مثلا بمدينه العماره 2%، انت اخذ النظر الاعتبار بعد 20 سنه يقفز هذا الى 4% يصير، يعني تضاعف معدل النمو. مضاعفه معدل النمو يعني شنو معناه؟ معناه ارتفاع بالكثافه السكانيه. ارتفاع بالكثافه السكانيه شنو معناها؟ معناها يتطلب منك أن توفر سكناً وأن توفر خدمات صحية وتعليمية وأن توفر كهرباء وماء صحي لهؤلاء لهذا العدد من السكان. هذا تقع على عاتق المخطط كيف يتعامل معه. رغم المعلومات الجغرافية سهلة هذا الأمر. هاي طبعا عندنا احنا النقاط اللي امامكم، مثلا توفير التكاليف، تقليص الزمن، هاي اللي وفرتها نظم معلومات الجغرافيه، الحصول على المعلومات، ربط القواعد المعلومات بالبيانات والخرائط، توفير الجهود المبذوله في عمل الدراسات، اختيار صور الاقمار الصناعيه مناسبه، معالجه وتحليل الصور، جمع المعلومات والخرائط، الاعمال الاعتماد على مساقط معينه، استخلاص معلومات، ربط قواعد. يعني هذه عباره عن بيانات هي وفرتها لنا نظم المعلومات الجغرافية اللي نريد نشرح كل وحدة على جانب. احنا ما يكفينا لا محاضرة ولا محاضرتين، بس هي عبارة عن نقاط احنا نستدل عليها ماذا فعلت لنا نظم المعلومات الجغرافية في موضوع تخطيط المدن. طيب ناخذ حالة من الحالات وندرسها. مثلا ربط قواعد المعلومات بالبيانات والخرائط مما يتيح لنا تحليلا معلوماتيا مكانيا. هذه يعني نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل بأنه كيف ترتبط أو تربط المعلومات اللي موجودة اللي أرسلتها الأقمار الاصطناعية عن طريق الصور، وهذه المعلومات أو الصور الجوية تحلل وبواسطة نظم المعلومات الجغرافية وتحول إلى خرائط. هذه الخرائط نستدل منها تحليل أو نحللها بتوزيع حالة مكانية على سطح الأرض. هذه كحالة معينة درسناها، بقي نفس الشيء انه كل نقطة لها بيانات وخصائص معينة تعطي استدلالية او توفر استدلالية لها دور في حل مشكلة معينة. نجي الى موضوع اخر ويعني الى علاقة بالمدينة مباشرة، بعد ما درسنا احنا شلون ندرس المدينة والمناهجية من خلالها ندخل الى دراسة المدينة، وايضا درسنا نظم المعلومات الجغرافية وشلون السهل لنا معرفة استعمالات الاراضي والوظيفة على استعمالات الاراضي وتوزيع السكان وتوزيع الحرف. ندرس الان التركيب الداخلي للمدينة.
شنو معنى التركيب الداخلي للمدينة؟ التركيب الداخلي للمدينة هو تحليل توزيع المساحات التي تحتلها الأنشطة الوظيفية والخدمية التي تستثمر أرض المدينة من خلال بيان المتغيرات الجغرافية والطبيعية التي تحكمت في أنماط وتوزيعها جغرافيا. شلون؟ احنا عندنا المدينة شنو هي؟ عبارة عن استعمالات أراضي. يعني عندنا المدينة مورفولوجية استعمالات أراضي تركيب وظيفي. مورفولوجية هي خطط المدينة الداخلية. استعمالات الأراضي هو المكان الذي توجد عليه الوظيفة. يعني المدينة تقسم بمورفولوجيتها بمخططها تقسم إلى استعمالات، كل استعمال عليه وظيفة. يعني استعمال أراضي لأغراض السكن موجود عليه يعني مناطق سكنية، استعمالات أراضي لأغراض الوظيفة التعليمية يعني موجودة أرض مقام عليه أنشطة مؤسسات تعليمية، استعمالات أراضي لأغراض الوظيفة الصحية موجودة، استعمالات أراضي أرض موجودة أرض لكن هذه مخصصة لإقامة المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات وغيرها. وعندنا استعمالات أراضي لإقامة الخدمات الأخرى مثل الدوائر الحكومية، عندنا استعمالات أراضي لإقامة أو لإقامة الوظيفة طرق النقل. هذه كلها يسمونها التركيب الداخلي للمدينة. يعني شنو موجود بالمدينة داخلها مركبا مين؟ هي هذه اللي نقصدها. زين، بالحقيقة المدينة، دراسة التركيب الداخلي للمدينة دراسة مستفيضة علمية هي وفق نظريات يسمونها نظريات المدن اللي راح ناخذها بالمستقبل. ندرس نظريات المدن وتركيب العمراني ونلاحظ انه هل انه هذا التركيب متجانس ام غير متجانس، هل هو يعني ملائم للمدينه او غير ملائم للمدينه. بواسطه نظريات المدن وتركيب العمراني يمكن ان نستخلص ماهيه المدينه، نوع المدينه، موضع المدينه، يعني موقع المدينه، كل هذه لها دور كبير في دراسه هذه العلاقه. فناخذ نظريات التركيب الداخلي. اول نظريه نسميها نظريه الدوائر المتراكزه اللي وضعها بيرجس. بالحقيقة هذا الباحث أو العالم ساهم مساهمة كبيرة في دراسة التركيب الداخلي للمدينة عن طريق نظرية وضعها باسم نظرية الدوائر المتراكزة. وهذه النظرية لم تكن مجرد صدفة، بل هي جاءت نتيجة لدراسة من قبل الباحث لمدينة شيكاغو الأمريكية. درس مدينة شيكاغو لمعرفة الأنماط التي موجودة في المدينة وتركيب الوظيفة داخلها. طبعا هذه الدراسة قدمها في كتاب، بعدين سوى كتاب سماه نمو المدينة. هذه نمو المدينة كانت انطلاقة كبيرة من أجل وضع منهجية لهذه النظرية. النظرية هذه بالحقيقة تعتمد على نموذج لنمو المدينة وتنظيمها المجالي. ومثل ما قلت لكم هذا الباحث استخدم مخطط مدينة شيكاغو كأساس للقيام ببحثه ووضع هذه النظرية. فحوى هذه النظرية أنه عندما قام الباحث اللي هو بيرجس بدراسة هذه النظرية تابع من خلالها نمو المدينة وانطلاقتها الأولى وكيف تكون أسعار الأراضي بدءا
من مركز المدينة وحتى الأطراف. حلقات المدينة أو الدوائر اللي هو سماها الدوائر المتراكزة حددت بالآتي: أول وحدة منطقة الأعمال المركزية اللي هي مختصرة للسي بي دي، من عنوانها منطقة الأعمال المركزية يعني تقع في وسط المدينة أو تمثل نواة المدينة الأساسية. هاي نواة المدينة الأساسية هي من عدها تدار مختلف الأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومركز المدينة تلتقي كل الطرق اللي أتت من خارج المدينة ومن أطرافها تلتقي عند مركز المدينة. ليش؟ لأن كل الدوائر الإدارية والخدماتية موجودة داخل هذا المكان. روح شوف هسه احنا خلينا ندرس مثلا منطقة الأعمال المركزية الموجودة في ميسان في العمارة، شوفوا انتم حددوها وين موجودة. موجودة بالمربع اللي منطقة التسوق اللي موجودة في شارع دجلة، شوفوا هناك موجودة المحلات التجارية، الخدمات الصيدلانية، خدمات عيادات الأطباء، التسوق بالمفرد موجود هناك. يعني اللي هذه تركز الخدمات سواء كانت إدارية حكومية أو خدمات أخرى هي طبية مثلا أو تجارية، تركزها في هذا المكان أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي فيها. وحنا نروح هسه شوف أنتم مركز المدينة قد المتر بي وأطراف المدينة، يعني إذا كان مركز المدينة، إذا كان أطراف المدينة مثل المتر 100,000 مركز المدينة 500,000 أضعاف أضعاف. وهذا الشيء هو اللي جعل منطقة جعلت أسعار ترتفع، لأن لها دور كبير على مستويات اجتماعية وثقافية واقتصادية، مكن هذه المنطقة من أن تحدد الأسعار ولا تقف عند مستوى محدد، بل هي بالارتفاع المستمر كلما زاد الطلب عليها. المنطقة الثانية اللي هي المنطقة الانتقالية، هذه المنطقة تتميز انها دائما متغيرة وكثافتها السكانية عالية. هذه المنطقة تقع بعد المنطقة المركزية، بعد منطقة الأعمال المركزية. وبعد يقال بأن بهذه المنطقة هي ترتفع الكثافة السكانية وتكثر الأمراض وتكثر المشاكل السكنية وتنتشر المخازن اللي تبيع بالجملة وتنتشر الملاهي، أي بمعنى آخر هي منطقة الوافدين من خارج المدينة. هذه الدراسة على من؟ دراسة على شيكاغو. والأقليات العنصرية والإثنية موجودة هنا، يعني السود الجايين من جنوب شرق آسيا، اللي جايين من أفريقيا، اللي جايين كذا، كلها تنتشر بهاي المكان. طبعا نعرف بأن هناك أقليات أمريكا تعتبر مصغرة للعالم، كل الأقليات موجودة بها، أقليات عنصر يعني أقليات إثنية، أقليات سلالية، أقليات لغوية، كل شيء موجود بها. وطبعا حسب دراسة برجس يقول بأن هاي المنطقة الانتقالية هي منطقة معرضة باستمرار لعمليتين، هي عملية غزو واحتلال. وهذا الغزو والاحتلال من جاية؟ جاية من منطقة الأعمال المركزية اللي دائما تتوسع. منطقة الأعمال المركزية دائما تتوسع، فتتوسع وين تروح؟ تمتد إلى المنطقة الانتقالية. المنطقة الثالثة هي منطقة سكن العمال. طبعا هذا الكلام هي أيضا في مدينة شيكاغو، لأنه قاعد يتكلم عن شيكاغو. منطقة سكن العمال هي منطقة المنطقة اللي يسكن بها العمال وأصحاب المهن البسيطة، يعني مثل المهن الكتابية، يعني عرضية مثلا، أو يعني
مهن بسيطة، مو مهن عالية يعني المستوى، وتقدر بها طبعا أطفال المهاجرين تتميز هذه الفئة إنه تطلع دائما بمستوى تسكنها أسر عالية الدخل، تتميز بوجود الشقق والعمارات والفنادق الكبيرة. ليش؟ لأن تمتلك هاي المنطقة مساحات واسعة. أنا من أقول لك ليش هاي المنطقة اللي هي أبعد إليها من منطقة الأعمال المركزية تقول لي وأقرب إلى أطراف المدينة، تقول لأن هذه المنطقة هي منطقة تمتلك مساحات واسعة أو تتميز بوجود مساحات واسعة، مما استغلت هذه المساحات من قبل أصحاب الدخل العالي وأنشأوا عليها فلل وشقق وعمارات كبيرة جدا وفنادق كبيرة. النطاق الخامس اللي هو اسم النطاق ذات النمو المتباطئ أو الذي ينمو تدريجيا، يسمونه النطاق النامي مو النائم، النامي. هذه المنطقة أو الحلقة تقع على أطراف المدينة ويسكنها أيضا أصحاب الدخل المرتفع. صح، المنطقة الرابعة يملكوها أصحاب الدخل المرتفع بس يسكنوها أيضا أصحاب الدخل المتوسط، لكن المنطقة الخامسة لا، يعيش فيها، يملكها أصحاب الدخل المرتفع ويعيش فيها أصحاب الدخل المرتفع. الشكل هذا أمامكم، هاي منطقة الأعمال المركزية، حفظوا لي هذا الشكل، حفظوا لي هذا الشكل. طلاب سمعوني، طلاب سمعوني لو لا؟ سمعوني لو ما سمعوني طلبة؟